دور العمل البرلماني في توطيد العلاقات بين المغرب ومصر هو أهم ما تم إبرازه خلال لقاء رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة. المسؤولان أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية بين البلدين، لا سيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام. وبالمناسبة عبر السيد شكري عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من زخم وتضامن، داعيا إلى توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين. ومن جانبه أعرب السيد ميارة عن تقدير المغرب لمواقف مصر بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما عبر عن حرص المغرب على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الإفريقي. زيارة رئيس مجلس المستشارين لمصر تندرج في إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي.